طيب انت عندك الصحافه المصريه، انت كنت الصحافه المصريه الرياضيه بالذات ظلمت شطه ولا اديتك حقك؟ لا الصحافه الرياضيه ما ظلمتش حد، الصحافه الرياضيه زي ما هي بتعمل. انا نجيب المستكاوي والله يرحمه، الله يرحمه استاذ نجيب، اداني 10 من 10. وانت ما كنتش تستاهل تاخد 3 من 10. لا ده انا كنت ده انت تاخد 20 على 10. لا ده الماتش ده انا فاكره الماتش ده كويس قوي، كان من اصعب الماتشات الحقيقه. انت كنت مفاتيح المكسب بتاعت المباراه دي والله العظيم. انا فاكره كويس قوي الحقيقه لما جه اهلي وزمالك 1-0 1-0 1-0 انا اللي سجلت الجول ده. فانا بقول لك ان الصحافه يعني صحيح يعني كان بتدي بقى ناس معينه علاقتهم بال لا قول بال ما تقولش الكلام المتغطي ده. كانت في جاي متغطي خالص ده مش عارف تطلعه. كان في صحفيين يحبوا مثلا ده مره ابن جهينه فاكره احمد علام الله يرحمه، اسمه احمد علام ولا محمود علام؟ احمد علام جايب صفط كده صوره الله يرحمه وحطه في تابوت وقال لك لا صفط لا يصلح ان يلعب في النادي الاهلي. صفط عبد الحليم الله يرحمه، صفط ده من اعظم اللعيبه اللي جت في مصر. بقول لك في صحفيين ممكن يعني زي المعلقين.